شو جايبتك فرحان كثير بهالوظيفه الجديده؟ عجبتك ما هيك؟ وصلت عجبتني ما عجبتني لك امي، بس شو بدي اعمل؟ هذا اللي صحح لي مثل ما بتعرفي، ثلاث سنين وانا عم دور على شغل، هذا اللي صحنا الحمد لله رب العالمين. هو لو كنت مكمل جامعه كان صح لك وظيفه احسن، ولا انت شو رايك؟ يا امي يلي مضى مضى، بعدين شو بالشغل بالسكك الحديديه؟ وشو رح يسلموك؟ والله ما بعرف، بس اذا اجيتي لرغبتي بتمنى اكون شوفير قطار واكون كل يوم ببلد. شغله حلوه. الله يوفقك يا ابني وينولك اللي ببالك يا رب. على هو مركاتي بالاستمارة، رغبتك الأولى هي سائق قطار. مزبوط سائق قطار. آسفين ما مشي الحال، لأنه التقرير الطبي بيقول مع ضعف بالنظر، وأنت مثل ما بتعرف السائق بده يكون نظره سليم 100%. مزبوط. طيب لكن وين عينتوني؟ قاطع تذاكر بالمحطة الشمالية. لك شو بكون يا شباب؟ خليكم بالدور. كفينا حلب زوجي. على حلب؟ ايه كان معينا. يا بكير عقب، كيف تزاكر على الحلب؟ ما قلت لي امي عبد ان شاء الله مرتاح بهالوظيفه. ماشي الحال، نعمل كريم. بتعرف شو عم فكر لك امي؟ لا والله بشو عم فكر لك امي؟ عم فكر طالما انك استلمت وظيفه وصار عندك ايراد، ليش هلا ما اخطب لك؟ تخطبي لي؟ ليش لا؟ هي عنا بيت والحمد لله.